السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. ومثل ما تعلمنا كل يوم قصة رعب جديدة. وقبل لا أبدي بالقصة مال اليوم، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى. ملاحظة: جميع القصص اللي موجودة بالقناة هي قصص تحدث الأشخاص وأنا أخذ الدور بيها. ويلا نبدي بقصة. اسمي فاروق، طالب جامعي وبعد تخرجي من الجامعة كان عندي صديق اسمه علي، عزمني بقريته الصغيرة اللي تبعد عني تقريبا 8 ساعات. كان يدرس يمنا بالجامعة، يوم يبات يمي، يوم يبات عند أحد الأصدقاء، يوم يبات حتى بالاستراحة اللي كنا مسويها. فبعد ما تخرجنا عزمنا، ورحت أنا وأصدقاء إلي اثنين، قضينا يمه 3 ايام، وكانت اجمل 3 ايام بحياتي. يمكن بيته بقرية عبارة عن لون اخضر، عندهم مواشي وعندهم اشياء ما موجودة عندنا بالمدينة نهائيا. طلب من عندنا نبقى اكثر لكن ما قبلنا، وقلنا له خلص. اتغدينا يمه وطلعنا، وتقريبا صارت الساعة 4، الشباب بالسيارة قالوا جعنا، وانا اللي كنت اقود السيارة لأن السيارة ماتي. قلت لهم هسه نشوف لنا مكان ونصوف وناكل. المهم ما لقينا مكان ناكل بيه، لكن لقينا مطعم للوجبات السريعة. أخذنا كل واحد وجبة، وقلت لهم راح أوقف وناكلهن. اقترح علي أحد الأصدقاء ناكلهن على ارتفاع. كان أكو ارتفاع قدامنا شاهق تدخل من عنده بشارع ترابي وصغير. قلت لهم ليش؟ قال هو اليوم خلصان علينا وما راح نلحق نوصل من وقت، وحتى اذا وصلنا راح نوصل تعبانين وننام وما عدنا شغل، فخلينا نصعد هناك ونشوف على الاقل نتمتع بالمنظر. كانت الشمس طالعة والوضعية طبيعية جدا. سلكت الطريق مباشرة وبديت امشي، وبدأ الشارع شوية شوية ويصعد شكل هذا مثل المنحدر القوي، يعني يمكن نهايته او ورا فالجبل او اي شيء ثاني، لان انا هاي المنطقة اصلا ما جاي بيها قبل. وبديت اصعد وتتقدم السيارة وتتقدم، ونسينا حتى الاكل. ظلينا ناظر على الاجواء وظلينا ناظر على المناطق الباقية. كان فتشي المنظر، دائما المرتفعات تصير جميلة جدا. المهم صعدنا لفوق وللقمة، وشكل هذا الطريق يمكن ما ينتهي، وظلينا هناك لأن وراها هذا الطريق ينزل المنحدر. المهم ركننا السيارة على جانب الطريق، ونسيت حتى أعرفكم على أصدقائي اللي وياي بالسيارة اللي هم قصي وبسام. المهم نزلنا من السيارة، وكان حتى فراش ما عدنا. نزلت الفراش اللي موجود بالخلف اللي يصير لونه أسود اللي يجي ويا السيارة، حطيناه على الأرض ونزلنا وقمنا ناكل بالحاجات اللي أخذناها. قام يهب نسمات مال هواء مو طبيعية، هواء جميل ولطيف. ظلنا جالسين شوية لي فوق، وبعدها بدت الشمس تنزل بسرعة وصار لونها أحمر، منظر مو طبيعي. طلعنا جوالاتنا وبدينا نصور هناك، أخذنا عدة صور، وهنا حل المغرب تام وما ظل أي ضوء نهائيا. فقررنا انه احنا ننزل مباشرة، ويوم اللي نزلنا ما قدرت حتى امشي سريع لان كان الطريق ضيق جدا، يعني اذا جني سيارتين لازم واحدة من عدهن تخفف جدا والثانية تفوت، لان الجانب مال الطريق منك من هذا المنحدر لما نتقدمنا يمكن السيارات اذا يعني واحد توازي يوقع من عدها يتضرر او احتمال يموت. كان مرتفع شاهق، ويوم اللي صعدنا ما شفنا اي احد فوق هذا المكان، ولا شفنا حيوانات، ولا اكو مجال انه احد يقعد فوق. ما اعرف شلون احنا صعدنا وقعدنا. المهم واحنا جاي نمشي خطف من قدام السيارة حيوان، وعلى الاغلب حمار ولون اسود، لكن كان سريع وين راح ما ادري. الصفحة اللي منها صاير بيها مثل الحجر وعالي، طلع من بيناتهن وعبر على الصفحة الثانية المنحدر. معقولة نزل من نانا وتكسر ومات؟ استمريت بالقيادة، لكن لما ناظرت على قصي وبسام لقيت وجوههم
لونها أصفر، وقالوا له شفت اللي شفناه؟ قلت لهم إيه. شكوا عادي حمار وفات من قدام السيارة. قالوا لا مو عادي، احتمال يكونون ذولا جن، مو عرف شنو اللي نطقهم وقالوا هذا الشي، وأنا شفته مجرد حمار لكن لونه أسود. قلت لهم أنتوا خايفين لا أكثر ولا أقل، ترى حمار وفات، لا تكبرون القصة. وهنا صرخ بسام وقال الجوال ماتي ما بي شبكة. طلعنا جوالاتنا وكل الجوالات كانت ما بيها شبكة، وهنا عرفت بداية الكارثة. لكن قمت أضحك عليهم وقل لهم ماكو أي شي وأنتوا خايفين. وهنا صارت بيناتنا مشادة كلامية، وبعدها سكتنا، الكل بالسيارة سكت وصمت، وظليت أنا أقود لحد ما قال لي قصي زود سرعتك شوية ترى المكان مرعب. ضحكت بصوت عالي وبدأوا اثنيناتهم يتكلمون ويقولوا لي صدق انت ليش جاي تقود على كيفك؟ قلت لهم سيارتي وما اريد اكسرها، والطريق هذا وعر وما اقدر انزل بيها سريع، فهنا أنا في سبيل اكسر الجو والمشاحنات اللي صارت بيناتنا شغلت المسجل مال السيارة وعليت سماعات، وكنت بذاك الوقت حتى السيارة مزودها يعني الصوت مالتها يكون عالي جدا. وبس خلصت الأغنية مد ايده قصي وطفى المسجل وقال لي هسه انت بمكان وما تعرف هذا المكان شنو بيه. قلت له يعني شنو انت جاي تقول انه بيه جن وهاي الاشياء؟ ترى ماكو هذا الشيء وخليك قوي ولا تخاف. قال لي هي مو بالقوة، هاي الاماكن دائما تكون مسكونة. قلت له لعد ليش قلتولي خلنا نطوب بيه وشنو اللي يأكد لكم انه هذا المكان مسكون؟ قالوا الحمار اللي شفناه. قلت لهم هم نرجع مرة ثانية الى جاي يقول لكم حمار وعادي. قالوا منين ظهر ووين اصلا راح؟ انت مو تدري بهذا طريق نزلة ومنحدر؟ واحنا مستمرين بالسوالف وانا كنت التفت عليهم يمين ويسار. بسام قال نفرض هسه طلع لنا جن، ومجرد انه انا انتبهت على الشارع شفت واحد واقف على الشارع، فحبيت امازحهم وقلت لهم هذاك هو الجن واقف هسه نوصل ليم. انتبهوا وصدق انتبهوا، وكانت الليلة ظلمة كحل. شعلت الضوء بالسيارة مال الداخل وحبيت اناظر على وجوههم، اتفاجأت وجوههم صفرة ولا يقول زلم اثنين وصاعدين وياي، وانا لحد الان طبيعي جدا. يوم اللي وصلت عنده بدأ يتمشى باتجاه السيارة ويريد يقطع علي الشارع. الصراحة هنا خفت كأنه مي بارد ونزل علي، حسيت حتى بأطرافي اتجمدت. دعست كل قوتي وقلت احتمال ذولا قطاعين طرق، ويوم اللي تقربت قدامه شمر نفسه بالاتجاه الثاني وراح، وانا مباشرة ظليت داعس على دعستي، ولو جاي بالسيارة ظلوا صامتين وساكتين. المهم نزلت مباشرة بعد ما وصلت نهاية الطريق ومسكت الخط، وهنا الخط كان ما بي سيارات نهائيا، واستغرقت وقت طويل بهاي نزلتي من المنحدر. والاغرب بعد انه الشبكة ماكو بجوالاتنا، لكن الجي بي اس الموجود بالسيارة يقرأ ويمكن محمل وحافظ الخريطة. المهم استمريت بالمشي وداعس والشباب وياي ساكتين، وبعد ما استقرينا شوية قالوا لي ها هسه عرفت شنو اللي كنا نقصده، ترى المكان مسكون بالجن. قلت لهم شنو اللي ثبت لكم المكان مسكون؟ قالوا أول ما عبر الحمار الأسود من قدام السيارة صارت عندنا قشعريرة مو طبيعية، ما معقولة أنت ما حسيت بيها. قلت لهم لا ما حسيت بأي شيء، لكن بالمرة الثانية لما شفت هذا الرجل الغريب اللي يتقدم علينا خفت جدا وارتعبت. قالوا الحمد لله والشكر ما صار لنا اي شيء. مستمر بالقيادة هاني، وللمرة الثانية لمحت اكو شخص على جانب الطريق، لكن هذا حيوان ولا انسان ما ادري. فقلت الاصدقاء قلت لهم جاي تشوفون هذا الشيء لو لا راح نتقدم عليه؟ ناظروا وقالوا لي ترى ماكو اي شيء بالشارع. استمريت وداعس، وبعدها عبر من قدامي حمار أسود لكن توقف بنص الشارع، مباشرة خفت انه انا اصدمه وقفت بنص الشارع مباشرة يعني ببريك مفاجئ. اصدقاء انتبهوا علي وقالوا لي شبيك؟
قلت لهم الحمار وقف بنص الشارع، يقولوا لي وينه؟ اقول لهم هذا وينه مقابيل السيارة. كان واقف مقابيل السيارة ويناظر بيه، والشي اللي سواه هذا الحمار اللي لونه اسود شي ما ينعقل ابد. طبعا ما اعرف شلون اوصف لكم اياه، لكن كان مطلع سنونه كأنه مبتسم، وهنا أنا صدق حسيت بقشعريرة بجسمي مو طبيعية، واحس حتى ايديه عطلا عن الحركة، ما جاي اقدر اتحرك ولا جاي اقدر احرك نفسي بصورة طبيعية. وبعدها ما اعرف شلون قرأت المعوذات، ولما قرأت المعوذات غادر وعبر الشارع ببطء شديد وراح على الجانب الثاني. مباشرة دعست بالسيارة وطلعت، وقلت هالمرة ما اوقف نهائيا، استمريت بالقيادة وكنا نقرأ قرآن. صدق دب الرعب والخوف بقلوبنا. المشكلة البرد المفاجئ اللي جاني ما اعرف شنو، حتى جيت اشغل التكييف مال السيارة. المهم وبعد مسافة من المشي لقيت دوار، وهذا الدوار بعدة طرق، وهنا الجي بي اس انطاني تقريبا 3 طرق اقدر اطلع من عدها، فاختاريت الطريق الانسب اللي هو تقريبا ساعة وربع يوصلني للبيت، وهذا كان اسوأ اختيار اخذته بحياتي. وهسه تعرفون ليش قلت هذا اسوأ اختيار. انا كنت متخيلة انه هو طريق مختصر وراح يوديني للبيت، ويوم اللي فتت بيه حتى شبكة اجتي بالجوال، والشباب اجتهم رسائل، وحتى اني اجتنا رسائل. وبعد فترة شوية كنا نمشي ما اتصلنا باحد او انطينا علم، قلنا خلص عدت وهسه كلها ساعة وربع ونوصل للبيت. هنا ظلت تمشي السيارة بينا، والاغرب بالامر اناظر على الجي بي اس بعد لحد الان منطيني ساعة وربع، واحنا جاي نمشي ناظرت على الجوال ما لقيت شبكة ما بي. طبعا وقفت وقلت للشباب، قلت لهم ترى اكو غلط بالموضوع، وترى الجي بي اس ما جاي يقرأ عدل، ويمكن حتى الشبكة اللي جت بالجوال شبكة وهمية. الشباب قالوا لا شبكة عادية وحتى رسائل اجتنا. قلت لهم خلي ارجع وناخذ غير طريق، قالوا لا استمر وهذا قطعنا نصه، واكيد نهاية هذا الطريق راح يوصلنا للبيت او القرية احنا نعرف بيها. ناظرت على الساعة وكانت بحدود 10، استمريت بالقيادة. وبعدها ما اعرف اللي صار، لكن الشارع او الاسفلت انتهى، وراح اطب على الشارع ترابي ضيق وما تفوت بيه غير سيارة واحدة، يعني اذا جتني سيارة من الجانب الثاني لازم واحد من عندنا يتنازل ويرجع لي ورا. قلت لهم شباب خلنا نرجع ترى هذا الطريق بيه غلط، قالوا استمر وهذا الطريق اكيد راح يودينا المكان، لان هو انطانا ساعة وربع يعني ساعة وربع، احنا ما علينا حتى اذا كان الجي بي اس واقف. استمريت بالقيادة وشوية شوية بدت السيارة ترتفع كأنه انا راح اصعد منحدر. قلت لهم شباب بعد ما اقدر حتى اقود، حاس انه حتى نفسي انكتم. واحد من عندهم قال انزل وانا اقود السيارة. نزلت من السيارة حتى افتر وناظرت لقيت رجل واقف بعيد عني، مع العلم اني هسه كنت فايت بهذا الطريق المفروض اشوفه. اتجاهلته وخفيت الرعب بقلبي وصعدت وقلت لصديقي دوس ايش قد ما عندك قوة عسى ما السيارة تتكسر. قال ايش بيك هنا انهاريت، وقلت له سوق بسرعة مثل ما جاي اقول لك. مباشرة هو دعس وبدأ يسوق، والنوب هم مبلشوا وياي وما يعرفون شي يسوون، يقولوا لي شبيك وشفت. قلت لهم شفت شخص واقف ورا السيارة وانا استوني كنت اقود وما شفته وانتو هم ما شفتوه. استمرينا قيادة بهذا الطريق اللي ما ينتهي ابد وما اعرف وين راح يوصلنا، وخلصت الساعة وربع وما وصلنا لاي مكان، بعدنا على طريق ترابي وما تفوت بيه غير سيارة واحدة. واستمر قصي يقود بالسيارة وبسام، وانا نتلفت يمين ويسار على هذا الطريق المظلم، واخيرا جاي نشوف عالم ولا خيمة ما اعرف. المهم ظلينا نتقدم ووصلنا، ولقينا خيمة على طرف الطريق كبيرة، ولقينا يمها ابل عددهم مو قليل. نزلنا
من السيارة، وأول واحد نزلت أني، قلت هسه أكيد أكو راعي للغنم هنا وراح يساعدنا. ويوم اللي وصلنا الخيمة نظرت ما موجود بيها أحد، لكن لحظة هذا حيوان موجود جوه. ولما انتبهت عليه زين لقيت نفس الحمار الأسود اللي شفته أول مرة، وكان مكشر عن أنيابه كأنه مبتسم. رجعنا للسيارة نركض وصعدنا بيها، وهالمرة رجعت أني أقود. ظليت داعس بجنون، حتى هم قالوا لي إذا إحنا ما صار بينا شي من ورا الجن أنت ترى راح تموتنا. استمريت بهذا الطريق وهي تصعد وتصعد وتصعد السيارة لحد ما وصلنا مكان جدا عالي ومرتفع. قلت لهم شباب أنا بعد خلص راح استسلم، وحتى السيارة راح أعوفها وأنزل، لأن الشي اللي جاي يصير ويانا مو طبيعي. قالوا لي ما يصير تسوي هيج بنفسك، اصبر خلينا نقرأ قرآن. وقمنا نقرأ قرآن وآيات، لكن توقفنا لأن هذا الطريق مجهول وما نعرف وين راح يودينا. وكنا مستمرين بالقراءة، واللي ما يقرأ كان يدعي، واللي ما يدعي كان يسبح. واحنا واقفين بهذا المكان مرة واحدة حسيت اكو حركة او واحد بالمكان، وهاي اني يعني اقرأ واتلفت. المهم ناظرت لقيت شخص متقدم وقريب على السيارة، ما اعرف شلون اجي، كانت عيونه متروسة غضب وصرخ بينا وقال غادر المكان وطلعوا، اش عندكم هنا واقفين ومن اللي دلاكم علينا، يلا غادر المكان. هو صرخ هذا الشي ما جاوبناه نهائيا، اذا كان بشر واذا كان جن ما جاوبناه. صعدنا بالسيارة وقلت للولد ما راح استمر بالتقدم، اني من اول مرة ما اريد اتقدم. قالوا والخيمة وقالوا كذا وكذا، قلت لهم خلاص نرجع وراح اظل داعس على دعستي. فريت السيارة بالمكان ومباشرة رجعت. ويوم اللي رجعت وصلت تقريبا مكان الخيمة وما لقيت اي احد هناك، وما لقيت حتى خيمة. استمريت بالقيادة لحد ما وصلت نفس الدوار، وهنا الساعة تقريبا صارت 1 أو 12:30 بهالحدود هذا ما أتذكر. ويوم اللي وصلنا هذا الدوار تفاجأت بشخص واقف على جانب الطريق، لكن لحظة هذا الشخص واقف جوا الإنارة، كان هذا الدوار بإنارة واقف جواها وكان شايل بإيده جنطة ومبين شخص مرتب ما معقولة موجود بهذا المكان المنقطع. المهم ما عرفت أهمية الموضوع وقلت هذا أكيد ينتظر أحد أو يشتغل بمكان، مع العلم لاكو بنايات ولاكو أي شي. فافتريت من يمه ووصلت، ولما وصلت يمه وردت أكلمه شفت عيونه لونهن يلمع كأنه عيون مال حيوانات. ما حكيت ولا كلام، قلت خلص هاي المنطقة وهذا المكان كله بيجن، لأن لو شخص بهذا الترتيب وهاي الجنطة اللي شايلها مستحيل يجي لهذا المكان. دعست ومباشرة كملت بهذا الشارع وظليت أدعي الرب العالمين إن هذا يطلع الطريق الصح. ما أعرف شلون أصلا ما حفظته، والجي بي إس بدأ يتخربط عندي، وطول الطريق وإحنا كنا نمشي نحس أكو أحد يركض جانب السيارة، أو بالأحرى جاي نشوف شخص يركض ساعة من يميننا وساعة من شمالنا. كنت أنا أشوفه وقصي وبسام كذلك. وأنا مستمر بالقيادة مالتي شفت سيارة على جانب الطريق لونها أبيض، وكان واقف يمها شخص ويشر لي بإيده يريد يوقفني، وما كنت أعرف هذا جن ولا إنسان، لكن ما وقفت له، قلت أخاف أوقف له ويصير إلي قدر. وظليت مستمر بهذا الطريق أمشي، والحمد لله والشكر عرفت إنه أني عبرت نص الخطر، لأن جت رسائل بالتليفون وعرفت انه انا مكان بشبكة. قلت لاصدقائي على الاقل دزوا رسائل لاهلكم او حددوا هذا الموقع، اذا صار لنا شي على الاقل يجون ويندلونه. واستمريت وناظرت واشوف اضوية بالمكان على جانب الطريق، قلت الحمد لله والشكر اكيد هذا شي. ويوم اللي تقدمت لقيته مطعم، وقفت يمه وقلت للشباب خلي ننزل واذا عنده مكان نصلي نصلي وناكل لنا حاجة، شنو رأيكم؟ قالوا ما نشتهي أي شي لكن لازم ننزل. وصدق نزلنا بحذر شديد ودخلنا للمطعم، ما لقينا أحد بيه
غير بس أشخاص اثنين يديرونه وشكلهم غريب جدا. خفنا من عندهم وحبينا نشاق وياهم، وقاموا يضحكون. قلنا لهم انتو جن لو انس؟ قاموا يضحكون ويانا وقالوا ليش قلتونا انتو جن لو انس، وليش هيج لونكم مخطوف؟ اش بيكم؟ حكيت لهم القصة باختصار واللي صار كله. اخذنا اكل سريع ويانا وطلعنا، ولما طلعنا ظليت افكر بكلامهم لان جاوبوني وقالوا هذا المكان اللي انتو مشيتوا بيه او الشارع هذا مكان مسكون بالجن، ودائما يتواجد بيه احمار لونه اسود ويشكل بعدة حيوانات ثاني وحتى يشكل بشكل انسان. الحمد لله والشكر على سلامتكم. طبعا هاي القصة اللي سمعتوها اجتني من شخص وقسم وحلف ان القصة حقيقية وصارت ويا شخصيا هو واصدقائه، وبعدها ما راح بهذا الطريق نهائيا وحتى اصدقائه ما راحوا. ولهنا وتنتهي قصتنا لليوم. اذا عجبتك دعمني بلايك، اشترك لي بالقناة، فعل زر الجرس، وانتظرني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.